اولا عندي بعدا الحريره خاصها لابد تكون في الطبله ديال الفطور، مهم عندي واخا ما نشربهاش. انا اساسا ما كنشربش الحريره بزاف، ولكن خصني نشوفها قدامي وداك الريحه ديالها وانا اللي كنطيبها في داري. وعندي كنوجد بحال دابا البريوات معمرين مختلف اشكال وداك الشيء، وبيان سور كاين الحلوى الشباكيه، كاين البريوات الحلوين، دي بيتزا، دي كيش. المهم انا بالاخص كنبغي ناكل داكشي المالح في رمضان. هي كاع الشهيوات المغربيه ديالنا ضروري تكون في لاتاب، مي انا ما كناكلش بزاف، بلوتو كنشرب اكثر ما كناكل، فما كنقدرش نتنازل على الحريره، على جو دورانج، على اتاي وهذا الشيء. انا تو سامبلومون من الفطور للفطور ما كنتسحرش، ما كنتعشاش، وما كنديرهاش بالعاني، حيت لو فيت كنشرب لي ليكيد بزاف ما كنقدرش، ما كيبقاش عندي بلاصه فين نتعشى ولا فين نتسحر، فيمكن هذه الطريقه كتعاوني باش ما نزادش في لو بوا. اللي ما نقدرش نفرط فيه في رمضان هو في الماكله طبعا، هو البريوات دلوز واتاي والبغرير. هو العكس، سي لو كونتخيغ، ان شيف كويزيني لاقاش هو بحكم انه هو ديما موجود وسط الماكله في الكوزينه كيكون مسقوم، يعني راه كياكل غير بعض الحوايج. هي الحاجه اللي الا شتي ان شيف كويزيني غليظ راه ماشي الماكله اللي كتوكي ياكل بزاف، غير الذواقه ولا ربما الاكل ماشي الغير المرتب ماشي في الوقت ديالو. الشيء اللي ضروري خاصها تكون هي الحوت، كيعجبني ضروري الحوت يكون محطوط في الطابله. تيعجبني نعمر البطبوط، تيعجبني البغرير بالعسل بزاف، هذه فريمون واحد الحاجه اللي ولا بد خاصها تكون عندنا في الطابله. بالنسبه ليا وراجلي ووليداتي تيعجبهم بزاف البغرير المعسل.